تعال يا ابني الله يرضى عليك، ناولكم شوية بطاطا وشوية باذنجان وفليفلة وكوسة وخيار واللزي منه. انت هو؟ أهلين وسهلين. شوف مرزو. نعم. ابننا جودة امبارح كان صايم والولد اشتهى موز. انت حالي ما في غير أبو مرزو عنده موز مرتب، لذلك الله يرضى عليك بدي منك أرض موز مرتب. ابنك اشتهى الموز؟ بدك أرض بحاله؟ على عيني. فرط مو مشكلة، المهم يكون بقدر الأرض وسجله على الحساب. سيدي والله الدفتر بعد يتحمل. سجلها على حسابه ما تشغل بالك، ما راح يروح عليك ولا قرش. هات واتكل على الله. مسيك يا ابني سناول هالموزات. مطول شهر رمضان سيدي. لا تطمن ابو مرزوق، يعني كل شيء صافي له 25-26 يوم، هذا اذا كان الشهر كامل. ايه سيدي لا تنسى تسجله على حسابها. يلا خاطرك، هات يا ابني هالاغراض والحالي بسرعه. حرك. أيد أنت وخلاص وقبض إذا بتقبض. اللهم إني صايم. أبو بشير احكي الصدق أحسن لك. ها الله وكيلكم ما عم بقدر أبلع ريقي من كتر ما لي عطشان. صعيب غالب ما فياته على السحور. صعي سيدي صعي، لأني كنت مقروم منه وما دقيت على بابه. وليش كنت مقروم منه؟ لأني شفته بنومي عم يسبني ونازل فيني بهدلي على أب موزة قدام أهل الحارة. وليه عم تسبه قدام على الحارة؟ وإمتى أنا سبيته سيدي؟ أبو غالب عم يكذب. ما سمعته شو قال؟ بلا سمعته، قال إني بهدلته قدام أهل الحارة بس لما كان نايم، يعني بالمنام، والمنامات ما عليها لا تدقيق ولا محكومية. شي حلو؟ ما شاء الله. وكان بدك تعلمني شغلي ما؟ أنت بدك تقلي أنا عليه محكومية وأنا ما عليه محكومية؟ استغفر الله سيدي، لحنا ما بنحسن نتجرع على القانون تبعكم، بس أبو غالب كذاب. أنا لا شفته لا بمنامي ولا بهدلته. ليه عم تكذب ولا أبو غالب؟ لا وحياة راسك وشواربك ما عم كذب، وبالعلامة عندي شهود أهل الحارة شافوه وسمعوه هو نازل فيني مسبات طالع نازلة. سمعت؟ أبو غالب ما بيكذب، وهي حلف براسي وشواربي وشهود أهل الحارة. بعترف الله يرضى عليك. ها تعترف ولا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو أبو غالب؟ أبو بشير راح تعترف ولا خليك تعترف غصبا عنك؟ راح أقول لك كل شيء وأمري لله. أحكي لشوف. عم بسمعك. ولا أبو غالب ليش كسرت الطبلة وخليت الناس من دون سحور؟ سيدي ما عم كذب صدقني، والطبلة ما فيها شيء مثل الصلاة على النبي، وإذا ما لكم مصدقين روح على البيت تلاوم على أبو الحيل. لا صدقوا سيدي لا صدقوا، الطبلة تبعه مكسورة، وإذا ما صدقتوني روحوا لعنده على البيت وشوفوها. هلا بدي أقعد أشتغل فيك وفي دوري. نعم سيدي. خذنا على الحبس. ليش الحبس سيدي؟ ليش الحبس؟ لحتى تتفقوا على مشكلة بناديلكم بسمعها منكم أنتوا الاثنين. نشفتوا ريقي. نوري قد إيه بقيان لهذا المغرب؟ بقيان شي 6 ساعات سيدي. اف خدم خليت اتحرك بسرعة. يا حبيبي هذا فوق ما اشتكيت عليه انا الحبس كمان. اتحرك تضرب منك حلو. ما عايز اتوني مكسورة. اتحرك يا اتحرك. حاني أشوف السبب فشلني منك يا أخ. خلص تجاهل تجاهل لسه ما طلع من المخفر. خبرت ابو عصام؟ رحت لعنده على الدكان وما لقيته. عصام راح يدور عليه ويخبره. وشو بدنا نساوي؟ خايف ما يطلع اليوم، بقى جهز الفطور بالسفرطاس لاخذ له اياه. ولي على امتي ان شاء الله بده يفطر بالمخفر. شو بدنا نساوي يا مو؟ شو بدنا نساوي؟ ابي عامل خناقه كبيره وضارب فيها ابو غالي. الله يوفقه يبعث له بيتحمل ابو غالي. طيب يتصالحوا. ابو غالي مو رضيان يتنازل عن حقه، القتله اللي اكلها قويه، ابي مطربش له وشه فيها. قد ايه بقيان للمغرب؟ مطول يا مطول.
أنا فايت ارتاح شوي. أنتو جاهزوا السفر طاس بركي ما طلع اليوم. دخيلك يا ربي ما يفطر بالمخفر. يا ربي اطلع يا رب. بس هلأ لازم أقتلي أبو غالي. وليش متخارين؟ عم يقولوا الناس إنه أبو غالي ما فيقوا بشير على السحور. بيكون سيء عنه. شو نساوي سيدي؟ أخي شغلته فاضي. طالما ما في دم ولا أرواح بكرة بيطلع من الحبس. احميل حالك وخذ له أكل خليه يفطر. وشو أخذ له عقيد؟ أخي شوف شوف في بيتك وخذ له. أمرك. يلا يا مو الله يوفي. خلينا لحلو نفطور قبل ما يضرب المدفع. يلا يا مو يلا. تأخذ له إبريق مي أخي؟ ما بدي أختي ما بدي. طب بركي عطشان. لك أختي في هنيك خلصينا هلا. طيب ما بدك. أقطع عليك أنا. خذوا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بأمان الله. بسم الله. نص ساعة لأداء المغرب. ادخل سيدي. ابن أبو بشير وصديق أبو غالب اجوا جايبين معهم أكل للموقوفين. ادخلهم دخلهم اشوف شو جايبين له فطور معهم. حاضر سيدي. خذ انت وياه يلا حرك. مرحبا سيدي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. شو جايبين معكم فطور؟ شو جايب معك لأبوك يا بشير؟ سكبة كبة بلبنية وقطعتين عجة وشقفة لحمة بالصحن مشوية بالفرن وشوربة عدس وشوية سلطة وعصير ليمون وخصلتين عنب وتفاحتين وهريسة اللوز. لا أكل دسم ما بشي. وانت شو جايب معك؟ فركة كوسة وشوية متبل بالكوسة وشوربة كوسة وكوسة مقلية مع البقدونس والثوم. بس إيه الله يسامحك. هذا فطور بيجاب لسجين صار له 16 ساعة صايم. سيدي هذا الموجود عنا بخير الله. على كل حال ما كان في داعي تعذبوا حالكم لأني كنت راح أخلي سبيلهم بعد شوي. ولا قلكم يلا حطوهن هون. حطوا الأكلات حطوهن خلي يأكلون هالدرك حرام كلهم صايمين. نوري. نعم سيدي. نزيل طالع عبشير وأبو غالب من الحبس وبعتهم على بيوتهم. حاضر سيدي. وانتو تيسر الله معكم. السلام سيدي. السلام عليكم. الله معكم مع السلامة. أبو بشير ادعى لأبو غالب إنه ما عم يفيقوا على السحور وقال صار له كذا يوم عم يصوم بدون سحور. لكان معه حق. أبو غالب لازم يأكل أكلي. شلون سيدي؟ لأنه أبو غالب ما كان يزوق ويبطل نقصته مع العالم. يعني لو ما كان السفر طاس متسم ما كنت طلعت ابن عمي؟ إيه نعم. بطنه كبير ما بيشبع. إيه الله لا يشبعه. طيب إذا كانت المشكلة عادية ليش حبسوكم يا بي؟ لك يا بي رزق وجهت لعنده معقول الطيارة من إيده وفوق هاد في أكل وتعباية بطن. مهم يا بي شو رح بتساوي مع أبو غالب؟ ما رح خلي يكمل الشهر بهالحارة. رح دبر له تفنجي توطي راسه بالأراضي. الله وكيلك يا سيدي كل شي قاله قلت لك يا بالحرف الواحد. عم يسب الحكومة كمان؟ وصلك معه لهون؟ ادخل. احترامي سيدي. جبتوه؟ نعم سيدي جبناه. اي عظيم. يلا سيدي اسمحوا لنا. وين رايح؟ على بيتي سيدي. هل المغضوب عليه صار عنكم وانا ما عاد لي لزوم. يعطيك العافيه سيدي. الله يعافيك. بس رح تبقى عنا هون. بدنا نعرف بالاول شو يلي خلى سعيد يسب الحكومه. ها نوري تاخذه على النظاره. حاضر سيدي. امشي بلا ايدك عني. لا ترفع صوتك نوبه سيدي. الله وكيلك ماني عامل شيء. قلت لك امشي قدامي. حرام على الشغله. لا والله يا سيدي ما بيهون علينا نسمع هيك حكي عن صارنا ولا بسمع لحدا يسب الحكومة. بدك تعذرنا ما فينا نطالع لحتى نحاوله على التحقيق. طيب سيدي ما بتقدروا تمرقوها هالمرة كرمالي. لك شو كرمالك ما كرمالك أبو قاسم؟ شو الشغلة هيك؟ سعيد عمل شغلة كبيرة كتير. سعيد سب الحكومة يا رجل شبك.
إيه بس والله ماله بالعادة، سامحه هالمرة سيدي. لك شو سامحه ما سامحه يا أبو قاسم؟ إيه؟ لك المصاري كانوا هون وين راحوا؟ اللهم اخزيك يا شيطان. طيب شو نساوي سيدي؟ لك يا أبو قاسم هاي الشغلة كبيرة كتير وما حدا بيحكي فيها أبدا. أخي بس ينتهى التحقيق مع سعيد نحن منشوف، يا أما منسامحه يا أما منشنقه هو يلي عم يتشفع له. يا لطيف كل هالقد شغلته كبيرة؟ لكن بلا كبيرة كتير كبيرة كتير أبو قاسم، ما عم تفهم أنت؟ فهمت سيدي فهمت، أنا ما بقى أتدخل فيها منوب، خليني بعيد عن هالشغلة. السلام عليكم. هل فهمها؟ لك يخرب بيتك شو مخك سميك؟ ما في غير بعمله هيك لك لو حمار كان فهم. أنا ما سبيت الحكومة وهذا واحد كذاب، أنا سبيتك أنت ونوري. سمعت سيدي سمعت؟ ها؟ يعني المسبي إلي ولا نوري؟ أنا مين يا نوري؟ أنت الحكومة كلها سيدي. سمعت شو قال؟ أنا الحكومة وما عشي بتسبني وما لك خايف؟ الحكومة ما بتساوي شي مع أهل حارتها بدايقها، الحكومة مع الناس مو ضدها. آه وممكن تقلي شو يلي ما عاجبك يا سيد سعيد بيك؟ احكي. وظفتولنا مسحر مو خرجيك وظيفة، عم بيفيق ناس ويترك ناس. رجعنا لقصة السحور ولا أبغالي؟ هذا واحد كذاب سيدي. ليش في غير عم يضايق أهل الحارة سيدي؟ الله وكيلك إلي من أول يوم رمضان بصوم من دون سحور، ليش هالمنظومة عم يدق على بابنا؟ هذا اللي قارقني منك ومنه، وشو عمل له ما بعرف. وضروري حضرتك تاخد حقك بإيدك؟ شو مفكر الحارة فلتانة؟ لك على ليه اشتكي؟ تعال عندي وخبرني وشوف شو كنت رح أسوي لك فيه. ما راح ترد وراح تتركه بدون فلق وحساب. ويا سيدي اعتبرني قدمت شكوى. تفرجيني لشوف شو راح تساوي فيه، ورجيني فشل لي قهري وعاقبه قدامي. هلا رح تشوف شو رح ساوي لك فيه. لا بغالي؟ نعم سيدي نعم. اي تاني شكوى عم تجينا عليك؟ قسما عظما اذا اجتني شكوى ثالثه رح افصلك لك من شغلك وصادر لك الطبله وعين مسحر بدالها، فهمانو لك؟ حاضر سيدي حاضر، وبوعدك انه ما عيد ابدا. شفت بعينك؟ شفت سيدي شفت. لحتى تعرف انا مالي مقصر معكم بنوب وداير بالي عليكم وعلى راحة الحارة كلها وعلى حالتين، ما هذا الموضوع الاهم ومع هالشي ما راح يطلع هاد من هون الا ياكل فلقة. الا شو الفلقة سيدي؟ سدني عاكل ابو غالب. هلا خلونا نحكي بالموضوع الاهم. دعوة ايفون ليه سبيت الحكومه؟